ضميلي فناننا الكبير احمد بدير، اهلا وسهلا بيك يا فندم، مشرفني بكل تاكيد، وايضا خالص عزائنا ليك والاسره المصريه كلها. أهلا أستاذ كمال، يعني إنا لله وإنا إليه راجعون. أعزائنا الشعب المصري كله لهذه الأحداث الجسيمة المؤلمة الحقيرة اللي ما فيهاش لا قيم ولا دين ولا إنسانية ولا مشاعر. وهستمد بقى من كلامك مع الأستاذ عزت إن كلنا مدانون، كلنا احنا كلنا مدانون، يعني ما عدا قوات الامن سواء جيش او شرطة اللي بتقوم بدورها وتضحي بنفسها، كل بقى الفئات الاخرى مدانة. المدرس اللي ما بيبثش روح الحب والتسامح ويبين وساطية الدين والاخلاق والقيم مدان. الإعلامي اللي بيقعد يجيب السلبيات ويجيب ناس تتكلم على المتحرشة إن هي السبب ويجيب واحد من السلفيين يقعد يهاجم مدان. أي حد بيظهر السلبيات دي على إنها شيء واقعي وشيء طبيعي مدان، فكلنا مدانين. إحنا عايزين نبدأ بقى، يعني كان في حد مستغرب ايه دور التربية والتعليم في ان وزير التعليم يروح في طنطا او في اسكندرية. لا بالعكس، احنا البداية بتاعتنا التعليم، البداية بتاعتنا ابتدائي. الاولاد دلوقتي اللي ما بيحيوش العالم، الاولاد دلوقتي اللي بيشيلوا سنج ومطاوي. انا متفق معاك والله، يعني حتى تحيه العالم احنا متربيين عليها ومتربيين على النشيد الوطني اللي بنحفظه من اولى ابتدائي، دلوقتي صعب شويه لان ما فيش طابور اصلا. في, 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 في اخر صفحه في الكشكول ولا الكراسه اللي بندرس فيها كان بيبقى فيه النماذج بتاعه القدوه الحسنه سعد زغلول ومصطفى كامل والزعماء بتوعنا. وبعدين اغسل يديك قبل الاكل، وبعدين المسلم من سلم المسلمون من لسانه وايادي، واماطه الاذى عن الطريق صدق الله. فين الحاجات دي؟ مفيش. احنا ما بنتكلمش في الحاجات دي دلوقتي. احنا ما حدش دلوقتي مهتم بالنشء ده اللي هو ممكن لما يكبر يطلع منه قنابل موقوته ايضا تهز فركان هذه الدوله. وبعدين ناهيك عن ده بقى، ان احنا الاجراءات القانونيه والقضائيه اللي بتحكم ناس بقى لهم 4 سنين لغايه دلوقتي ومفيش احكام، ويقول لك القبض على 28 ارهابي واخواني ومش عارف ايه، واجلت محاكماتهم الى شهر فبراير مش عارف ايه، ايه فين الردع؟ فين الردع؟ فين الإحساس بأن في دولة قوية تستطيع أن تتحدث وتمسك بزمام البلد بقوة؟ الدولة القوية مش عايزين طيبة، مش عايزين يا أستاذ، مش عايزين، عايزين قرارات حاسمة وحازمة. لابد إن فين بتوع كرداسة لغاية دلوقتي ما يتحكموش؟ إزاي ده يحصل؟ هنقعد باصين لبره وحقوق الإنسان والكلام الفاضي ده؟ هو انسان ايه؟ ما قالوها في انجلترا، قال لك لو هو الانسان هيهد الدوله تصف او الانسان، احنا يعني هنبقى ملكيين اكتر من الملك. الله، احنا عايزين، يعني حرام اللي بيحصل ده. الواحد حاسس بغصه وبالم والشيء بالشيء يذكر فناننا الكبير، وانا من طنطا، البلد اللي اتفجرت فيها الكنيسه صباح الامس والحادث الاليم. كان في محافظ قبل كده، طبعا بدون ذكر اي اسماء، ولكن انا بتكلم على الواقعه نفسها. اول ما مسك محافظ كان في ساري علم، وعلى ذكرك للعلم، علم مصر اللي كلنا المفروض ان احنا بنتربى على وجوده وبنحترمه، كان في علم ساري، علم كبير للغايه امام مبنى المحافظه. اول ما مسك هدم هذا الساري وبنى حاجه بسيطه كده ملاش اي علاقه بالعلم. ما هو اذا كان ربه تخيل بالظبط. يعني ما هي دي بص، عشان ما نخبيش نفسنا زي النعامة، الناس اللي متبنية الأفكار الشاذة عن سماح الدنة وعظم الدنة متغلغلين، سيبك من الكم، إنما متغلغلين في جميع مفاصل الدولة. ها، فإذا ما قدرناش
نحكم قبضتنا على هؤلاء اللي بيخربوا، سواء مدرس سواء دكتور سواء محامي سواء مهندس سواء فنان. إذا ما قدرناش نحكم قبضتنا عليهم هيفضلوا يبصوا سمومهم. وبعدين نخش على الـ 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 الإطار الخارجي من تمويل، زي ما سيادة الرئيس قال العالم كله لازم يشوف الدول اللي بتمول وبتساعد الإرهاب. إزاي ما نقطعش علاقتنا بقطر لغاية دلوقتي التي تقود الحرب الشرسة وعلانية وبفلوسها ضدنا، وواضح للعيان واضح كل اللي بيعملوه. إزاي ما يبقاش لنا موقف حاسم مع قطر ومع تركيا ومع أنا أي دولة معك في ده. أنا متفق تشجع معك. تشجع على أنها تستنفذ قدرات وطاقات هذا البلد العظيم. احنا معنا الرئيس عمله في الفترة دي لمصر ما يتعملش في أي مكان، عشان كده هم عايزين يهدوه وعايزين يقللوا من إنجازاتنا ومن نجاحاتنا خلاص. إنما أديك شفت المسلمين، يعني أنا مش عايز أقول مسلم ومسيحي، أديك شفت المصريين واقفين إزاي قدام الكنيستين وبيتبرعوا بدمهم وواقفين جنب أخواتهم وكل واحد واقف جنب التاني. إحنا الحزن اللي جوانا أكتر لأن بيساء إلى الإسلام الحنيف العظيم، ويطلعوا ان اسلامنا بيدعو الى القتل، وده شيء بيتعبنا نفسيا. طيب انا متفق معاك في كل حديثك فناننا الكبير، وخليني انتقل لجزئيه تانية متعلقه بحضرتك وبالفنانين اللي احنا بنفخر بيهم بالتاكيد، واللي كنا دايما بنوصف فننا المصري انه هوليود الشرق، احنا فخورين بيها للغايه، عندنا الاف الافلام اللي شكلت وجدان امه من المحيط الى الخليج، الكل بيعترف ان هم تربوا على الفن المصري. الفن المصري الان انت بتشوفه ازاي؟ بتشوف ازاي؟ هناك تقصير. هل في اي فيلم يا فندم الان بينتج عن تضحيات الجيش الموجوده في سيناء؟ هل في اي هناك تقصير يا استاذ؟ هناك تقصير منا كفنانين واعلاميين ومثقفين، هناك تقصير. اذا كان عن عدم درايه فيبقى كارثه، واذا كان بدرايه يبقى جهل، ويبقى مساعدة الغير على انه يهاجمنا. لا، على ذكر العالم برضو فناننا الكبير، وكان في احد الافلام الامريكية، الافلام الكبيرة للغاية، كان في قائد امريكي وتم الحكم عليه بالسجن في احد السجون الحربية، وكان هيعمل تمرد وكان هيرفع العلم الامريكي بالمقلوب، ففي الاخر خالص رفعوا بالمعدول علشان قيمة العلم الامريكي. ازاي بيغرسوا في الطفل الامريكي اللي بيتفرج على فيلم من غير ما يقولوا له 1 2 3 احنا بنغرس فيك؟ معلش، لا ده اوتوماتيكلي هم بيصدروا لنا حبهم لبلادهم وتضحياتهم ليهم هم، انما لينا احنا بيصدروا لنا احنا الارهابيين واحنا المتخلفين واحنا كل حاجه. لا، انا بتكلم على رساله الفن، احنا عايزين في افلامنا نفس الطريقه، افلام بتتكلم على العالم المصري برضه. بص يا استاذ، انا في مسلسل بينزل اسمه سلسال الدم، مش كده؟ اتعمل منه 3 اجزاء وانا مش فيه. انا لما اتعرض عليا دور في الجزء الرابع وافقت لسبب، ان انا بعمل شخصية قائد من القادة الاخوان اللي كانوا مسجونين، اللي هربوا من السجن الارهابيين، وبوري للناس مدى بشاعة هذا الشخص، وازاي بيسيطر وازاي بيشيل وازاي بيحط وازاي بيهرب وازاي بيغير دولارات للمصريين والعاملين اللي في الخارج وازاي وازاي وازاي. انا لما عملت الدور ده، يعني لو انا بفكر بصراحة كأحمد بير، لا مش هشتغل في جزء رابع اعمل دور، انت واخد بالك؟ انما انا عملت ده كرسالة مني ان انا ابين بشاعة هذه الشخصية. انا عملت ده وانا عارف ومدرك وواعي انا بقول ايه، في رسالة انا بقدمها. مين في ايدي ان هو ينتج بشكل محترم؟ نرجع مرة تانية ننتج شيء واعي مثقف زي ما شفناه في الأفلام الأمريكية. طيب بالنسبة للعالم نشوفه عندنا في بلدنا. أنت قلت كلام كويس برضو يا فندم. أضرب مثل بسيط لو تسمح لي. فيلم ناشونال تريجر، الكنز الأمريكي، اللي في الآخر خالص بعد ما نيكولاس كيدز ويعني فيلم رائع للغاية وخد كذا جائزة أوسكار، في الآخر خالص الكنز الأمريكي طلع إيه؟ طلع عبارة عن مجموعة مجوهرات وتماثيل فرعونية مصرية، يعني طلع كنز مصري. هم بيفتخروا بكنز مصري، واحنا اللي عندنا هذا الامر ما بنفتخرش بيه. انت الفيلم بتاع المعتقل بتاع روبرت ويدفورد ده
والعلم وكده. ما انت جبت نموذج اهو ازاي هم بيظهروا مدى حبهم وطنيتهم وقيامهم اللي هم مع الاسف ما بيعملناش بنفس المبدأ. انا عايز اقول لحضرتك حاجه، انت بتقول لي التقصير، اقول لك انا بعمل ايه. عندك حاجه اسمها قطاع الانتاج، وعندك حاجه اسمه التلفزيون اللي هو في التلفزيون المصري بتاعنا اللي ربانا واللي عملنا كلنا، وعندك صوت القاهره، وعندك مدينه الانتاج الاعلامي. ثلاث صروح كبيره زي انت ما قلت صدرت الفن المصري للعالم العربي كله، واصبحنا في الرياده من 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 مبنى التلفزيون، مبنى بس بيه. هل انت مع رجوع مره ثانيه الهيئه المصريه العامه للسينما اللي كانت بتنتج الافلام في الستينات؟ ده انا بس في المنتج وماشي، انا بتكلم على التلفزيون اهو اللي كان كل الشعب المصري الساعه 7 وربع على القناه الاولى و8 وربع على القناه الثانيه، في مسلسلين، فيهم مسلسل ديني، فيهم مسلسل اجتماعي، فيهم مسلسل تاريخي. هات لي انت مسلسل ديني اتعرض من بقالنا 10 سنين او 15 سنه، هات لي مسلسل تاريخي اللي على استحياء. فسابوا المجال للقطاع الخاص فقط ان وللانتاج الايراني، يعني بقينا بنعرف ديننا حاليا من ايران، يعني لما تشوف مسلسل زي يوسف عليه السلام كمان ايراني ويظهروا انبياء ويظهروا من وجهه نظرهم، واحنا بتوع الدين بتوع الازهر مش قادرين نعمل ده. التلفزيون يعتبر زي الكتاب، خدمه ثقافيه مش مفروض فيها المكسب، فلازم يبقى في ميزانيه للتلفزيون عشان يتعمل مسلسلات. واخيرا يا فندم، بما ان حضرتك ذكرت برضو الكتاب، اتفقنا او اختلفنا مع الرئيس الاسبق مبارك، التاريخ هيحاسبه، ملناش علاقه، لكن ما انجز بخصوص الكتاب وخاصه القراءه للجميع، لما كنا بنشوف الكتاب ب2 جنيه كتاب أيوة الرائع ب2 أيوة جنيه أيوة انا كنت بشتريه، انا ما كنتش اقدر اشتري الكتاب ابو 50 جنيه ولا ب100 جنيه. المسرح العالمي وسلسله اقرا وفي حاجات كتيره، يعني ايه المانع ان ده يرجع مره تانية لبلدنا، الطفل يعني البسيط والشاب يقدر يشتري الكتاب. احنا عايزين الدوله لا تتخلى عن دورها بالنسبه للفن سواء مسلسلات او افلام. ما ينفعش انا اسيب وجهه نظر احاديه هي اللي بتتكلم عن مصر، عن العشوائيات وعن البلطجة وعن السرقة وعن رجال الأعمال وعن مش عارف إيه. لابد أن يكون التلفزيون المصري مسبيره الإنتاج بتاع الدولة ده لابد أن يكون متواجدا، إنما وترك ترك الساحة للفضائيات بس اللي عايزة تكسب. في أعمال في القطاع الخاص بتتعمل وبتتعمل بشكل محترم، إنما بتبقى في العموم اقل بكثير من التوتال بتاع الاعمال نفسها. فلا بد ان التلفزيون يعود له دوره مره ثانيه. احنا مستعدين نشتغل في التلفزيون المصري، وسواء قطاع انتاج، سواء صوت القاهره، سواء مدينه الانتاج، بربع تمنى بربع اجرنا. مستعد اشتغل بدون اجر بس اعملوا حاجه لوعي هذا الشعب والناس البسيطة، حتى ولو عشان تشوف لو فيلم واحد فقط يدعم. ويا فندم احنا عندنا بطولات رائعه للغايه، يعني انا بنفسي، انا الشخص البسيط عبد الله الفقير، صورت مع واحده انا كنت مش مصدق وانا قاعد معاها، فرحانه مجاهد، فرحانه دي السيده العظيمه اللي كانت فجرت قطر اسرائيلي. تخيل حضرتك لما تعمل فيلم عن شخصيه واحده فجرت قطر اسرائيلي كان بيدعم خط برليف بالمؤن والعتاد، ده شيء. طب ما احنا هنبعد ليه بس ال 73 والاستنزاف؟ ما نخش في الحرب الشرسه دلوقتي على الارهاب في سيناء وجبل الحلال، وهنا حتى ما نعمل البطولات دي. ما في بطولات عظيمه وفي شهداء كتير سقطوا، شهداء. يعني لما انا ابن الشهيد ابقى زعلان على ابويا الشهيد، وابص الاقي له فيلم واصحابي في المدرسه كلهم بيقولوا ابوك هو البطل اهو معمول له عمل، ايه ده؟ هيزرع عند الاطفال دي ايه؟ ده كل واحد يتمنى ان ابوه يبقى شهيد بقى، طالما ان الشهاده حلوه كده وجميله وبتضحي في سبيل بلدك. انا معاك مش كده ولا ايه؟ انا معاك، واتمنى ان الرسائل دي تصل الى المسؤولين في بلدنا، كل من بيده التغيير ولو بخطوه للامام. اتمنى بالتاكيد، وانا شاكر لحضرتك جدا على هذا. يا حبيبي انا بس عايز اقول لك في النهايه، شوف ادخلوا مصر ان شاء الله وامنين، ربنا يجعل بلدنا دايما امنه ومطمئنه يا رب. واحنا معانا جيش عظيم وشرطه عظيمه ورئيس ما فيش انبل منه
قدر يحافظ علينا في الفترة دي. والله 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 لو حد غيره في ال3 سنين دول احنا كنا ضعنا. وانا بقولها صادقا لوجه الله وليس لي اي مصلحة. ربنا يحفظ بلدنا بالتأكيد. حبي لتراب هذا البلد. جزيل الشكر فناننا الكبير احمد بدير، شكرا جزيلا يا فندم، معاودة مرة تانية.